السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. فيديو شيق وشيق جدا، راح تشوفوا باللي سمير عماري وعلي بن شيخ ما رمش في نفس الميزان اليوم في البلاطو. سمير العماري كان حاب يدافع على شايبي، وكان حاب يحاسب بيتكوفيتش ويحاسب الاتحادية ويحاسب لا كونفيرونس دو بريس والخلية الإعلامية تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لكن تسمعوا الرد تاع بن شيخ كانه قال له من حقه بيتكوفيتش وشو يدير الشايبي، وهو اخر كلمه اللي يقولها. وشايبي الى راهو يلعب باللي عليك ولا ماشي يلعب، تابعوا معنا الفيديو خاوتنا، ما راحش نقاطعكم الا في بعض الامور هكذا نقدر نقاطع ونعطيكم رايي. اليوم شايبي النتيجه 3-3 كان اساسي، وخرج في الدقيقه 80، نعم دقيقه 80 فار شايبي 3-3 مع البايرن ميونخ. احنا سكون اسبانيا دوال في كونفيرونس دو بريس، احنا اون بريفير الصراحه باسي دري دي فوا تبروتيجي الجوار تاعك، مي كي تطول الدعوه يفو يفو اكسبليكي باسكو لابسين باسكو التاويلات وما كنت الفعل. شوف البوست اللي دارو خو شايبي بعد نحا بارلي دانجوستيس. انا جو بونس كو اللي صرا صرا، هي ديسكسيون افير ونطويو هذا الدوسي. انت تقول بانه يجب ان نوضح في الجدوى الصحفيه، هو مثلا المدرب ما حبش يدخل في ديتاي، الاكسي سي سا فامي ما حبش يدخل في ديتاي، مي خدات بوليميك كبيره عدم استدعاء مونريال يلعب امس. وحتى ولو مونريال يقول لك يا ودي انا تقصت من هذا الكلام، انا ما رفضتش المنتخب الوطني، انا متفاهم مع المدرب على انه لاسباب عائليه، هاو قال لاسباب عائليه وكاينه اونكور بوليميك. يعني واش تقول يكون تكون بوليميك؟ لا دوك انا نقول لك علاش لافير دو مونريال. ثاني الناس قال سي باسكو ا شاك فوا في لي كونفيرونس بريس اون دي با لا فيريتي. في الدوسي دو محرز اون ا با دي لا فيريتي، في الدوسي تاع شايبي اون ا با دي لا فيريتي، في الدوسي تاع بالليلي اون ا با دي لا فيريتي. الشك لما قال الصيغه وانا قال انضباط على بالليلي، قال انضباط بكامل مليح. قال المشكل تاع التحكيم مع الحكم، ما قالش التحكيم، قال هو نو على جال، لانه شاف بعض المباريات قال لك انا جي بونزي يخليني اديس. واش حبيت نقول لك باللي في لا كومونيكاسيون دو لا فيديراسيون اي دو ليكيب ناسيونال اون بارتيكولي، لازم تكون نوع من الصحافه باش غدوه صراحه مش صحافه صراحه باردون، باش غدوه الناس ما تقولكش هكذا قالوا لنا في شايبي، هكذا قالوا لنا تولي ريبيتيتيف ما يبدوكش اليوم الناس من وين يبدوك، باسكو وي نافي با ان ديسكور فرونت ديريكت. اليوم سامير اسمح لي، اليوم كاين بروبليم تاع شايبي، احنا عارفين واش صرا قاعد في المقابلات تاع مشهر مع بوليفيا مع بوليفيا. اليوم مقابلة قبل الدوسي واش ماتش لا كول سام ماتش الجوري لا ريفوزي دو فينيغ هذا الشوار لا بور رومبلاسي دو داوي ما عرفش يجي كوب دي مجموع. المهم ولكن يقال بانه شايبي اني با سا بريمير، الجميع يقول بان المدرب كما يعلم بانه في كاس افريقيا الاخيره مع المدرب الوطني السابق لعب المباراه الاولى وكان احسن لاعب في المباراه، وبعد نحاه دوزيام وتروازيام ماتش باسكو شنف كي خرج وعلى هذا صح. اليوم انا نضم باللي رئيس الاتحاديه لازم يتدخل اذا كان هذا اللاعب هذايا كيما تدخل في قضيه محمد، لازم يتدخل ولكن المشكل وين راهو رضوان؟ المعلومات اللي عندي حاولوا يتكلموا مع المدرب، حاولوا يتكلموا ولكن قال لك كانه تكلم مع شت بيضا لونزيك والو واش يقول له راسو نديرو. نعم بعد كان منتخب وطني، اذا نحتاج انايا شايبي نحتاجه في المنتخب نجيبو. كاين دوتر فاسون باش تعقب اللعاب هذايا. شكون اللي حبوا يدخلوا باش يتهضروا وقعد كاري؟ شكون؟ هذا المونبر تاع لا فيديراسيون. اسمح لي دوكا نعطيتني باش نجاوب انا، ما عندهم حتى دخل لي مونبر دو لا فيديراسيون، سي لوي لونترينور ناسيونال، سي لوي إل جوج لو جوار apte à venir en équipe nationale ou la sanctionner ou là. Parce qu'il reste le problème. Même s'il y a un problème. Quel que soit le problème, sauf des problèmes politiques. Ou où est le problème de la réalité. Les choses sont en train de se faire. C'est technique. Le joueur est en train de se faire. Je ne sais pas. ما تدخلش روحها على فيديراس، الناس يا بروبليم دي غدوة تدخل تقول له لازم
لي شاو رجع شايبي باسكو لا فيدرال مي بالا قالت له اه غدوا يدخلوا ما يلعبش مليح واش يولي يقول انتما قلت تولي شغل هذيك ما تدخلش روحك خويا بروبليم تكنيك هو رجلي يعني شنو فيه يعني علي علي ما تفكرش في نفس الوقت ما سي بروبليم تكنيك سي سان بروبليم واش هذا سي لو سي حاجه هو سي تكنيك ان ديبا لا واش من ديبا باش على ان ديبا في الوضع اللي كيجا في الماتش تاع بوليفيا خرج ما عجبوش الحال طبعا ما خرجنيش ومن بعد نهايه اللقاء في الشوط الثاني المنتخب الوطني عرف النتيجه الجوار كامل فرحانين وقعت في الشوكه ليه حاب يدو على خدو واش هذا بروبليم يروفيا لمن لونترينور لونترينور انت كيفاش زعما لو كان انت كومون جيري لو كا هذا اللي في عمره جوار دو 22 اون يلعب في انتراخت فرانكفورت اليوم لعبنا لعب ضد بايرن ميونخ كومون سي ان جوار اللي ممكن تحتاجه المنتخب الوطني 3-3 كيفاش تشوف الحل تاع هذه القضيه هو راهو يلعب في او يلعب او يدير الدور تاعو المدرب اسكو اللي ساتيسفي باللعب تاعو هذه ما عندها المشكل ولا هو راضي واش راهو يدير في اون المان فهمتني من بعد تولي كيفاش يتنار ينجم يعيط له ينجم يتكلم معاه يقول له نعيط لك واش كاين واش لانسيدون اللي صرا اون فالو كلور هنا حبسوا هنا ما كاين والو بيني وبينك تخدم تي كوم تو لو موند ما راك لا تيتولار لا روبلاسو لازم تبرهن لي في الملعب وتحبس دم باسكو لو كان يجي يسقيلو ويدخل داخل نورمال بلا ما يكون معاه ديسكسيون فرونش جوار غدوه يديرو في اكوتي يقول لك مازالو سيد لي حسيفه دوك الحسيفه هذيك تحبس لازم يكرفيو لابسي لازم يكرفيو لابسي والتيران اللي يهضر ولونترينر في هذا الباب هذه يا اخي هو اللي دخل ماشي باسكو قال لك لونترينر هي بس راسو نو لا اون بيرسوناليتي لونترينر لا اون بيرسوناليتي يا خويا لا 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 ايه ايه وشنو او كاين سيرتان كا كاين سيرتان كا جو سوي سير وتنجمو نتوما تجيبو المعلومات جو سوي سير كو راهو يجيري للوقت واش فهم مليح انا نخطرت نفهم شويه لقدام شويه باقي نفهم منا شويه منا لقدام تكاليفي الجيري باذن الله لا كوب دي موند طاما دو جوار يكملوا في هاد السيره يتنحاو واش فهم مليح واش راني نقول واضح نروحوا لدكا نعم نروحوا لدكا يتنحاو هنا راهو يقول على محرز على لاعبين كثر في الفريق الوطني نولوا شايبي على رانا في شايبي عليه بن شيخ هذا شايبي في عمره 21-22 سنة جان صغير نقولوش طفل صغير نقولو ان جان صغير و اون بياس ميدراس في الفريق الوطني حبينا ولا كرهنا راهو يأدي سقسيت زعما بينت بلي ماراكش تشوف وما على بالكش الأرقام ديالو راهو يأدي في مباريات جيدة وزيد على ذلك سمعت بلي المدرب ديالو ما جبدهاش في البلاطو أنه تكلم على شايبي وحال كيفاش ماروش في الفريق الوطني وخاصة في الكلام تاع ما راه وسط ميدان ما راه هجومي هذيك تكلم عليها المدرب تاع شايبي هناك في فرانكفورت حنا نقولوا بن شيخ هذا اللاعب يستحق انه بيتكوفيتش يتكلم معاه صح نورمالمون راه جا في التربص اللي فات ماشي في التربص انا جامي شفت لاعب يتعاقب بهالطريقه جامي شفت حتى وين دخلوا لنا الشكوك سمير عماري كان تكلم وقال علاش ما كاش شفافيه في الكونفرنس دو براس علاش ما كاش شفافيه هاو شايبي واش دار انضباط ما جبدوش وهاد الايامات في التربص الجاي ولا لي موراه نجيبو كي نشوفو تسقم وما نسناش زعما حتى وين لاعب يجي ويعتذر منا باسكو هذيك جاحت ولي انا نقول بلي علي بن شيخه وقاسي بزاف مع اللاعبين وخاصه اللاعبين القدام لي جاو ملحقه بالجمال بالماضي والواحد اللي جابهم جمال بالماضي راهو حاقد كثير ما على باليش علاه شفنا سامي العماري شغل سلس في الهضره ديالو حاب يكون حل في هذا اللاعب لانه لاعب موهبه حتى الصاله القيمه السوقيه ديالو الى حقت 41 مليون اورو فاصل 7 ماهوش لاعب فقط فرانكفورت خلصت عليه 15 مليون يجي بعد بيتكوفيتش يقول لي ما على باليش الى يلعب لافون ولا في الوسط لا 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 حنا كما قال سامي العماري كان عجبني في واحد الباساج قالوا حتى قاس السعيد كان يدافع عليه قال انه لازم تكون شفافيه الشفافيه مدرب ما عندوش شفافيه ما نامنوش هو قالها ثاني ما نامنوش نعود ما نامنوش في بالليلي صرات
في محرز صرات، في شايبي صرات، وفي لاعبين اللي نسيتهم صرات تاني. لا، المهم انا نقول هادو اللاعبين ولاد بلادنا الجزائريين اللي طلعوا لنا علامنا، ما بقاوش نزيروا فيهم وما نجيبك شو منا. الفوك ريفي لابسي هذه لازم نطردقوها اون فوا بور توت باش نولوا نورمال. جوار غلط صح ما جاش تربص ولا نجيبه ونحطه في البون، معليش بصح باش نعاقبه ثلاث مرات او اربع مرات ثلاث تربصات او اربعه لا، وزيد على ذلك لاعب قوي وقوي جدا. هاد الحب تاع القلوب انا ما نحبوش والله ما نحبو، معليش خطره زوج بصح الثالثه والرابعه لا. شكرا لكم خاوتنا، تابعونا قناه عبد السبور، فعلوا الجرس والله يجعل الخير، الله يجعل الخير من هاد العقليات. سلام.